بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات بناء العائلة. نناقش اليوم قضية مهمة جدا، حرمان المرأة من حقها في الميراث، حيث ترسخت هذه الظاهرة في المجتمعات العربية. ولا نبالغ إذا ما قارنا وأد البنات في العصر الجاهلي بوأد حقوق المرأة في العصور الحديثة. وفي ظل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فهل تطغى الأعراف على القوانين؟ وهل القوانين هي مجرد حبر على ورق؟ ولماذا تخجل المرأة من المطالبة بحقها؟ تساؤلات كثيرة نطرحها اليوم مع ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذة سناء غنام مستشارة قانونية لمشروع حق المرأة في الميراث، والسيدة جوانا رفيدي منسقة مشروع حق المرأة في الميراث في جمعية الشباب المسيحية YMCA، ومجموعة من ضيوفنا من محافظة بيت لحم. أهلا وسهلا بالجميع. سيدة سناء، أستاذة سناء، بداية ما هو الميراث؟ بداية جابي أول شيء صباح الخير لكم، ويعني أنا بشكركم على هذا اللقاء، لأنه بحق المرأة في الميراث هو من الحقوق المهمة اللي لازم نسلط الضوء عليه، خاصة إحنا في مجتمعات عمالها بتتقدم وبتتطور. وبحكي لك إنه علم الميراث هو علم حسابي في حصص الإرثية للمورث، يتم فيها توزيع حصص المورث على اللي هم الورثة سواء ذكور أو إناث على أموال المنقولة وغير المنقولة حسب مسائل حسابية في المحاكم الشرعية. كيف بتفسر الشريعة الإسلامية حق الأنثيين؟ حكينا عن هذا الموضوع. الشريعة الإسلامية أجل القرآن الكريم، نص القرآن الكريم واضح إنه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الموضوع هو أجا بناء على إنه في زمن الجاهلية كانوا يتم إعطاء الذكور كامل حقوقهم الإرثية في حين إنه يتم حرمان النساء والصبيان من الميراث ومن الحقوق. والله سبحانه وتعالى نزل الآية القرآنية في سورة النساء، تحديدا الآية رقم 11 اللي هي جاءت بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفسر كامل حقوق المرأة فيها، يعني ذكر بالتفصيل والتحديد ما هو حق المرأة. وأجوا العلماء وقالوا أنه هاي الآية القرآنية تفسيرها في أنه الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، يعني أنه الرجل هو اللي بتحمل أعباء الأسرة والمعيلة، والمرأة هي ما يعني فقط هي مش بحاجة أنها تعيل الأسرة. وعلى هذا الأساس يعني بنوا أنه الرجال قوامون على النساء، وما زالوا مكملين فيها لليوم، بالرغم أنه المرأة اليوم دخلت مجال حقل العمل عند مسؤوليات أكثر ممكن من الرجل. صحيح صحيح، المرأة الآن هي بتعمل حتى وهي في داخل البيت. نعم. حتى لو ما خرجت لسوق العمل وتعمل مع هيك عملها في البيت هو إعالة للأسرة وبتكد. حتى المرأة الريفية أصبحت الآن بتزارع وبتربي وبترجع على البيت، وهذا بالنتيجة هو بالمحصلة عمل. إذن هي بحاجة لأنه يكون لها حق ويكون لها أموال وتركة وتأخذ حقها في الميراث. نعم. سيدة جوانا، ليش تتنازل المرأة عن حقوقها بالرغم انه في هلا يعني في حراك وفي قوانين معمولة بصالحها؟ شو رأيك؟ زي ما تفضلت الأستاذة سناء، موضوع القانون، قانون موجود والشرع، الشرع موجود. نعم. فالحق موجود بالأساس. نعم. هلا لماذا لا تأخذ المرأة حقها بالميراث؟ هذا نعم. موروث طويل وممكن ينحكى فيه بأكثر من جانب. انا برأيي الجانب الأساسي والكبير. نعم. هو الجانب الاجتماعي. النساء مش بدهاش تاخذ حقها ومش بتتنازل عنه لانها بدها تسامح او لانها ما عندهاش احتياجات انها يكون. المراه بتخاف من قطيعه الاهل في حال مطالبتها، بتخاف من، بتخجل اساسا انها تطالب، يعني بتبلش انها بتخجل، واذا ما خجلتش وبلشت تطالب وفكرت انها تطالب بتكون محطوطه بمقاطعه وتهديد بالمقاطعه. وجزء كبير كمان من النساء او يعني بتخاف انها تتطور الامور اكثر من المقاطعه، وفي عدد من الحالات اللي سمعنا عنها اللي قتلت على خلفيه ميراث وهي وسميت بخلفيه شرف. فيعني في خوف كبير عند النساء انها تطالب للاعتبارات الاجتماعيه والثقافه السائده والمجتمع اللي بتعامل مع الموضوع ب يعني خلينا نسميه تابو او خلينا نسميه نوع من المحرمات، من المحرمات انك تكتب. هلا إذا بدنا نحكي يمكن النساء قبل 50 سنة كانت ما ترسش بالمرة، يمكن قبل 20 سنة صار أخف الوضع، يمكن هلأ بلشت تحكي بالموضوع. وهذه فكرة هاي المشاريع والبرامج إنها تبلش تحكي بهالموضوع. قديش نسبة
الملكية للمرأة اليوم في فلسطين النسبة تقريبا؟ النساء على هوا دراسة عملت في 2001 اللي هي يعني بدنا نحكي من 10 سنين قديمة. في بتحكي انه 4% من النساء في فلسطين تملك، في حين اذا بدنا نشوف اذا الميراث وحده وزع اعطاها حقه في الميراث، اذا الميراث وزع بشكل زي ما حكيت ذكري مثل حظ السيعين يعني ثلث وثلثين، فالمرأة لازم يكون لها بالحقيقة بالأموال المنقولة والغير منقولة 30%، فبالتالي لازم يحق لها 33%. من 4 ل 33% بتحكي عن نساء تتنازل عن حقوقها، وبيطلبوا كمان منها انها تسامح لانها كمان نازل. يعني بس 4% نسبة قليلة جدا. بس اسمح لي جابي انا اعقب على حكي جوانا، هو صحيح احنا يعني في عنا عادات وتقاليد هي موروثة، يعني عمالنا بنمشي فقط على العادات والتقاليد، يعني ما في حراك انه لا بدنا نغير هالعادات والتقاليد، بدنا نسجل، بدنا نعطي المرأة حقها. ما دام انه هاي العادات والتقاليد ظلت سائدة في المجتمع، اذا احنا بنضل في نفس البؤرة. ولكن لو استطعنا انه نغير لو 10% من هاي العادات والتقاليد ونمنح هاي المرأة ونمكنها من حقها في الميراث، اذا احنا مكناها اقتصاديا. ما دام انها تمكنت اقتصاديا اذا هي راح تقدر انه تواصل وترجع انه ترجع عن هاي العادات والتقاليد. نعم جميل جدا. حابب نسمع مداخلات من جمهورنا حول هذا الموضوع، اتفضل اعطوا الميكروفون لكم. بس شيخنا بس حطوا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود الحديث حول الكلام اللي تفضلت فيه الأخت بداية، والسؤال اللي كان مطروح اللي هو للذكر مثل حظ الأنثيين. اللي تفضلت فيه حقيقة صحيح بالنسبة للعادات والتقاليد الموروثة الجاهلية اللي كانت موجودة، تعطى الإرث والميراث يعطى فقط للرجال الذين يشاركون في الحرب والإغارة وإلى آخره، وأما النساء والصبيان هؤلاء كلهم محرومون من الميراث. الفيصل في هذا الأمر منذ مجيء رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بالإسلام والتشريع الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذا حق أعطاه الشرع والدين للمرأة دون أن تطالب، دون أن يكون هناك مطالبات، دون أن يكون هناك احتجاجات، دون أن يكون أي أمر تبديه المرأة في هذا الحق، إنما أقره الشرع والدين وأعطاها مما قل منه أو كثر وأكد ذلك. ثم فصل المعروف أن معظم خلينا نقول الأركان الدين والأمور التعبدية حتى المهمة التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه فرضها الله سبحانه وتعالى ولم يبينها ولم يفصلها، إنما ترك للرسول صلى الله عليه وسلم التوضيح والتبيين، فقال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يفصل ما هي الصلوات، ترك للرسول صلى الله عليه وسلم التفصيل والتبيان. أما الميراث، موضوع الميراث لأهميته ولخطورته ولتحري العدالة في ذلك، لأن المال هو مال الله، وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ففصل وبين. فنزلت الآية الكريمة التي تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المتفحص والناظر في آيات الميراث وفي موضوع الميراث في الشريعة الإسلامية يرى أنه أقيم على أساس مدى حاجة هذا الشخص، هذا الإنسان، هذا الوارث من الميراث. فالإنسان الذي يكون في مكتمل في بداية حياته بحاجة ماسة لهذا المال، فالرجل الذي يريد أن يتزوج وينشئ أسرة ويعطي المهر ويعطي المال والنفقة وإلى آخره، أكيد سيأخذ أكثر من المرأة التي ليست تطالب بأي التزام مالي من الالتزامات المالية، فنفقتها مضمونة، تعليمها مضمون، الطب والمعالجة مضمونة، السكن مضمون، فلذلك هي تأخذ نصف الرجل دون أي أعباء ودون أي تكاليف، بل أنها تأخذ المهر وتأخذ النفقة وتأخذ وإلى آخره من هذه الأمور. أما إذا استوى الرجل والمرأة في بعد ذلك
فمثلا الأب والأم الله سبحانه وتعالى قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فحالة ما يكون الرجل قد تقدم به العمر والمرأة تقدم بها العمر فلا فرق بين رجل وامرأة هنا، فلذلك أخذت السدس وأخذ السدس. إنما التفاضل يكون حينما تكون الالتزامات، وكما قال العلماء الغنم بالغرم، كما يفرض عليه التزامات من حقه أن يأخذ أيضا هذا النصاب. لكن هذا لا يدل على تميز الرجل لكونه رجل عن المرأة لأنها مرأة، إنما من أجل التكاليف والأعباء. وشكرا. شكرا لك. في حب أسمع مداخلة تانية من مداخلة من جمهورنا؟ في حدا؟ تفضلي أعطيها الميكروفون. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. لا بالنسبة للمرأة وحقها في أخذ الميراث، يعني حاليا الرجل هو بصفة الأبوية مسيطر على الوضع بشكل عام، فما بتذكروش انه في فرض ديني في هذا الجانب حتى انه يعطوا المرأة حقها، فهو من منطلق الطمع بفكرش في اتجاه انه يعطي المرأة حقها، والمرأة من منطلق خوفها وحرمانها من انها تفقد اهلها واللي هما بتعتبر اخوها السند لها والقوة انها تفقده في مجالات حياتها وتصبح وحيدة، خاصة انه الزوج كمان احيانا لما بشوف المرأة ضعيفة ما بكون واقف جنبها وبعطيها حقوقها بالشكل يعني من منطلق الحياة الطبيعية، بتصفي وكأنه ميزان القوة، هي بتصفي بين مطرقتين، بين مطرقة الخوف إنها تفقد إخوتها وأسرتها وتصير ضعيفة أمام زوجها، وبين إنه هي كمان الحق قدام زوجها بعطيها قوة، وهي كمان يعني هي خسرانة على الجهتين. وهذا يعني الضوء وتأشيرة الضوء اللي إحنا بنشتغل عليه كYMCA في هذا المجال يعني إلى كل التقدير والاحترام، ونتمنى الاستمرارية من قبلنا كYMCA والمؤسسات الأخرى تركيز الضوء على هذا الجانب حتى تصبح المرأة قادرة وقوية إنها تقول أنا بدي حقي وما تخاف، إنه عنصر الخوف هو أكثر إشي اللي معطي ضعف المرأة في هذا الجانب. جميل جدا. شكرا. شكرا لك. خلي معك الميكروفون، بدنا نشوف مقابلة مع رجل دين، خلينا نشوفها مع بعض. الميراث هو موضوع شائك وبالذات في مجتمعاتنا العربية، وموضوع مهم ومرات بصير مشاكل كبيرة بين الإخوة والخوات على موضوع الميراث. الكنيسة في القانون الكنسي لا يوجد تشريع لموضوع الميراث، هناك تشريع لموضوع العائلة وللحياة الكنسية وللمؤمنين دينيا وروحيا، أما فيما يخص الميراث فتترك ذلك للدولة اعتمادا على الآية الإنجيلية اللي يسوع قالها لأحد الأشخاص اللي إجا طلب منه، بيقول له يا معلم مر أخي أن يقاسمني الميراث، في إنجيل القديس لوقا فصل 12 آية 13. فنظر إليه يسوع قال له يا رجل من أقامني عليكم قاضيا أو قساما؟ وهنا يسوع يرينا أنه لا يتدخل في الأمور المادية في تقسيم إرث، هذا بخص الدولة، والكنيسة اعتمدت على هذه الآية أن تترك هذا الموضوع لكل دولة، والمؤمن حيث يعيش ينطبق عليه قانون الدولة. إذا عاش في أمريكا هناك قوانين أمريكية، إذا عاش في إيطاليا مثلا، في البلاد الأوروبية في موضوع الوصية، وممكن الوصية تكون ماشية والتقسيم يتم عن طريق الوصية أو عن طريق القانون المدني. في البلاد العربية في قانون الشرع هو المطبق، وإحنا بنفضل أنه نمشي عليه لأنه ماشي، وهذا القانون الرسمي. الوصية هي فيها تعقيدات كثيرة، وعادة لا يتم تطبيق الوصية لأنه إذا واحد رفض بيتم تطبيق ثلث الوصية والباقي لازم يرجع للشرع الإسلامي، فإحنا بنفضل أنه الأمور تمشي عن طريق الشرع.
والشرع بيحكي انه في حصة للمرأة وحصتين للرجل، وهذا حق. في مجتمعنا في ثقافة وفي عقلية اللي هي تمنع المرأة من أخذ الميراث والمشاركة في الميراث، وهذا ليس حق وإنما شيء متعارف عليه في مجتمعاتنا، إنه لازم المرأة تتنازل ولازم المرأة هذا، علما المرات كثيرة بتكون هذه الأخت هي بحاجة أكثر من إخوتها كلياتهم، وبتكون فقيرة وأخوتها معهم الملايين، وبتيجي لأنه المجتمع يا ويلها إذا أخذت من إخوتها. أنا بقول هنا إحنا بحاجة لنطبق هذا القانون، وبحاجة نرجع للإنجيل، لأنه يسوع لما رفض يكون قاضي على الأمور المادية حكى لهذا الشخص، لهذا الرجل وللجامع حوله، بيحكي تبصروا واحذروا كل طمع، لأن حياة المرء وإن اقتنى لا تأتيه من أمواله. إحنا لازم ندير بالنا من الطمع، الإنسان بطبيعته طمع، بس يسوع بذكرنا إنه الغنى مش من الأموال، الغنى هو بالروح، الغنى هو بالعطاء، الغنى هو بالتفكير بالآخر. إنه أنا أطمع في حصة أختي الأرملة أو أختي المسكينة، أطمع في حصتها وأعتقد إنه ذلك هذا بالنسبة لي هو شيء مهم، وإنه أنا عشان ما يتقسم إرث العيلة، ما هو في النهاية راح الإخوة بين بعضهم يقسموه، فهي أخت زي ما هم إخوة. إحنا يجب أن لا نكون طماعين وأن نأخذ كل شيء، للأخت حق وللمرأة حق في الميراث. إن لم يشأ أفراد العائلة أن يقسموا الإرث فيجب أن يعطوا حق أختهم كاملا، وليس ترضية زي ما بصير في مجتمعنا، إنه بتلاقي بيورث أرض حقها 2,000,000 دينار مع 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 البيوت اللي عليها وكل الشغلات هاي، بعدين بيجي بيقول بدنا نعطيها 2,000 دينار ترضية. هذا بعتقد فيه ظلم وفي طمع من قبل المورثين. جميل، يعني هو حكى لخصها بقضية الطمع، والأخت هون حكت برضو الطمع. سيدة أستاذة سناء، وعي المرأة بحقوقها كفيل أنها تحصل على حقها عندنا؟ شو رأيك؟ حتى لو المرأة عندها وعي بحقوقها وبكامل حقوقها، وحاليا أنا بحكي لك أنه في عند المرأة وعي، ولكن هذا الوعي غير شامل وغير كامل، والجزئية من الوعي اللي موجودة عند المرأة برغم وجود العادات التقاليد اللي نرجع إلها والخوف من القطيعة بتمنعها أنها تطالب في حقها، مع أنه القانون وجد وبعطيها حقها، المحاكم والشرع أساسا أعطاها حقها، فإذا هي ممكن أنها تحصل على هذا الحق، ولكن الخوف من القطيعة تمنعها من المطالبة في حقها. طب شو تسوي مثلا يعني في ظل هاي الظروف، يعني القوانين معها حتى الشرع معها، شو تسوي؟ شو بتحكيها؟ بتعرف أنا بس معلش بدي أعقب على بس المداخلة اللي كانت من الأسيس أبونا فيصل. بدي أحكي عن شغلتين، هو أشار لموضوع الحاجة ولموضوع الطمع والموضوع المصالح. بس بدي أحكي عن قضية الحاجة، مرات كتير بترتبط القضية وكأنه الموضوع لأنها محتاجة أختك فأعطوها حرام شفقة يعني. فالموضوع موضوع شفقة. أنا بدي أرجع وأحكي الموضوع مش موضوع شفقة ولا الموضوع موضوع حاجة، يعني الحاجة هلأ بتتغير يعني هلأ يمكن هي مش محتاجة بس بكرة بتحتاج، فهل معناته بتغير حقها؟ الحق هو ثابت، الحق إليك حق واضح ومعروف وانت حرك تتصرفي فيه. بدك انت هلا وضعك منيح، قررتي انك انت تتبرعي في المصاري هاي لاختك او الارض هاي لاختك اللي وضعها مش منيح لاخوك تتبرعي فيهم لجمعيه، انت حره بالاخر، هذا حق إليك. بفرق عن انه لانها حرام هي بحاجه من بتضل بين اقواس وكانها في نفس الاستكانه والاقليه والتحت. ولكن لا، انا بشوف الموضوع موضوع حق، وانا بقرر واشار كمان لموضوع الترضيه.
وكثير بيصير في مجتمعنا قضية إنه بيرادوها إسوارة مالية وخلاص بالضبط بعتوها إسوارة. وإحنا في مشروعنا عملنا مسرحية اللي كان اسمها حق إسوارة، يعني مقابل حقها تنازلت عن حقها مقابل إنها أخذت إسوارة، والأخت الثانية لا قررت إنها هي بدها تكمل بالقضية. فيعني في هدول النماذج موجودة بمجتمعنا وما نقدرش نلغيهم. إضافة لقضية الطمع، ليش الطمع موجود؟ ليش الموضوع الميراث هو موضوع سلطة وقوة ومال ونفوذ؟ نعم. هلا اللي معاه النفوذ والقوة والسلطة هو المسيطر، هو المسيطر وهو صاحب القرار. فالمرأة طول ما هي مهمشة ومحطوطة على جنب وتعتبر إنها هي مش صاحبة قرار ولا سلطة، معناتها راح تضل لا يؤخذ برأيها وراح تضل بالنهاية مش صاحبة قرار. فبيكون أسهل إنها تمشي كيف الناس بدها تمشيها. نعم. في حين لما بتكون هي صاحبة قرار وصاحبة ميراث وصاحبة حق، الحق اللي معطيها إياه القانون، بتاخده وبتتمتع فيه وبتقرر فيه وبتصرفه بالطريقة اللي هي بتشوفها مناسبة، بصير يحسب حسابها المرأة اللي عندها دخل غير عن المرأة اللي ما عندها دخل. نعم. صحيح. فكل هاي جوانا تفضل. بس اسمح لي أعقب على اللي بتحكي جوانا، إنه المرأة مش صاحبة سلطة. لا، إحنا هلأ المرأة هي صاحبة سلطة وقرار. بالدليل على هذا الإشي إنه هي عمالها بتتبوأ أعلى المناصب، يعني هي عمالها وزيرة بتلاقي، قاضية بتلاقي، في النيابة العامة بتلاقي وكلاء نيابة نساء. إذا هم قادرين على إنهم يكونوا قادرين على السلطة وقادرين على إعطاء القرار، فليش إنه مدام إحنا قادرين على هدول الأعباء اللي هم مسؤولية وقرار، وين المشكلة إنه نعطيها حقها؟ وين المشكلة إنه تأخذ حقها في الميراث؟ جميل جدا. تمام. جميل. حاب اسمع مداخله، في اذا حدا عنده مداخله من الجمهور تفضلي، قربي الميكروفون تفضلي. يعطيك العافيه. اهلا. انا حاب احكي بالنسبه لموضوع التوعيه. احنا في حملتنا في مشروع الميراث كثير توجهنا للستات وللمسنات ولطلاب المدارس ولستات البيوت، وصلنا لهم لبيوتهم لأماكن تجمعهم. بس في احنا حسينا كداش احنا اندمجنا مع رجل الدين لما حكى بنهج ديني، فاحنا في كان مناشدة ومطلب للستات انه يتوجه للرجال في التوعية، وخاصة في خطب الجمعة، لانه كثير إلى تأثير وبيسمعوا من منطلق ديني. هذا اللي حب. شكرا لك، شكرا لك. هذا تاني تفضل، اعطيها الميكروفون، قرب الميكروفون. يعطيكم العافية. بالنسبة لانه المرأة انه واعية لهذا الحق، هي واعية لهذا الحق، ولكن هي بحاجة لانه الرجل انه يكون بجانب هذا الحق اللي يدعمها انه هي تتجرأ في المطالبة بهذا الحق. يعني انه كنساء احنا من خلال لقاءاتنا التوعوية مع النساء في محيط الضفة اكتشفنا انه هي المرأة شاعرة بهذا الحق، ولكن هي متخوفة انه هي تطالب بهذا الحق لسبب انه هي خوف من القطيعة وزي ما تفضلوا من قبل. ولكن بدي اقوله انه كل ما كان الرجل بجانب المرأة بهذا الحق، كل ما هو دعم هذا الحق. وفي كمان من خلال لقاءاتنا يعني في نساء كمان امهات ممكن انه هي تمنع بنتها انها تاخذ تحصل على هذا الحق، وهون برضه احنا بحاجة انه كمان ندعم هذا الرأي وندعم هذه الفكرة انه قديش مهم انه احنا المرأة تشعر انه هذا الحق اللي بتطالب فيه هو حق لإلها، ربنا اعطاها اياه والقانون برضه اعطاها اياه، ولكن اللي معيق لإلها امام مطالبة بهذا الحق هو المجتمع اللي احنا منعيش فيه، العادات والتقاليد اللي هي بتحرم المرأة من هذا الحق. جميل، شكرا لك. القانون أستاذ سناء شو بيحكي هون؟ شو دوره هون القانون بفرض هذا الاشي؟ يعني بالرغم انه القانون محاله، لكن في سيدات مش مستفيده من هذا الميراث. خليني اكون واضح معك، من الجانب القانوني هو موجود نص القانون. نعم. ووجدت المحاكم ووجد القضاء، ولكن هناك معيقات. المعيقات هاي اللي بتحول دون التنفيذ او دون حصولها على حقها، اللي هو عندنا قانون احوال شخصيه مطبق قديم جدا اردني، ما في قانون احوال شخصيه فلسطيني. عندنا مشروع قانون، ولغياب المجلس التشريعي لحد الان لم يتم اقرار هذا القانون. ثاني إشي، في عندك فيش نص قانون عقوبات اللي هو بجرم عقوبة اللي بمنع الشخص المرأة من حصولها على حقها في الميراث.
بعدين عدا هذا كله طول أمد التقاضي. يعني لو المرأة وعت بهذا الحق وراحت على المحاكم والتجأت للقضاء والقانون، هل هي راح تحصل على هذا الحق في سرعة ممكنة؟ أنا بحكي لك إنه لا، في عنا كم هائل من القضايا ومتراكم في سجلات المحاكم وإعاقات بتخلي المرأة إنه هي ما تحصل على هذا الحق بالسرعة اللي هي كانت تفكر ممكن تحصل عليها. ممكن القضية تدخل المحكمة تطلع بعد 3 سنين، فالمرأة بتحس إنه غير مجدي إني أنا ألجأ للقضاء. رغم هيك في عنصر مهم اللي هو عنصر المادة، ما في معها إمكانية المرأة إنه تروح تعطي محامي أتعابه، قد تكون الأتعاب عالية، رسوم المحكمة عالية جدا، وهذا الموضوع اشتغلوا عليه المؤسسات إنه يتبنوا قضايا نساء والاستشارات القانونية والتكاليف المحاكم تكون بناء على مؤسسات. ولكن كم قضية ممكن هاي المؤسسات تأخذ؟ وممكن هذا بيستغلها الرجل إنه روح للمحاكم طولي، إلجأ إلى المحكمة، روح إلى المحكمة، خلي المحكمة تنفعك. وبالتالي هي لو راحت، لو تجرأت وراحت للمحكمة ولنحكي إنها أخذت ومشت وأخذت قرارات، هل هي هاي القرارات تنفذ أم لا؟ نعم. السلطة التنفيذية عندنا بطيئة جدا في إجراءاتها، يعني لو راحت للتنفيذ ممكن إنها تأخذ لها كمان سنة لتنفذ. وفيش يعني دوائر تنفيذ في المحاكم، خاصة المحاكم الشرعية اللي نحكي إنه إنشاء دوائر تنفيذ إلها مخصصة إلها، فهاي المعيقات كلها بتوقف حائل وعائق للمرأة إنها تحصل على هذا الحق. مع إنه القانون يعني إحنا متبنيين الاتفاقيات الدولية والقوانين مع المرأة، لكن بالرغم هيك لا تطبق ولا تنفذ. ورغم قابل لو تم تطبيقها، احنا يعني ممكن ما نعيل على القضاء انه ما بيطبق، لا هو بيطبق، ولكن الاجراءات وطول امد التقاضي يعني خلينا نحكي انه طويل. هلا اعمالهم بيطالبوا انه لا، ان الحالات اللي مثل هاي النسويه نقلل من الاجراءات ونقلل من امد التقاضي، وياخذوا انه فيها انه هاي مرأة رافعه قضيه انه لا بدنا نسرع فيها. طب شو رايك حكونا عن النشاطات اللي بتقوموا فيها بمساندة هذا الحق، حكينا عنها شوي. بالدرجة الأولى بدي أنطلق من أول من اللي بتحكيه سناء، واللي هو قضية الاستشارات القانونية. بالفعل إحنا المشروع من أهم القضايا اللي تعرضنا لها خلال فترة عملنا، إنه إحنا وفرنا استشارات قانونية للنساء اللي بدها تعرف أكثر عن حقوقها وعن الإجراءات اللي لازم تتبعها عشان توصل لحقها في الميراث. ولا يمكن العمل في هذا الموضوع بدون ما هذه القضية تتغطى وتتعبى، لأنه كتير مهم أنها تكون عارفة من ناحية قانونية الإجراءات اللي لازم تمشي فيها. هذا على الجانب القانوني، وعلى الجانب الاجتماعي هو أكثر الموضوع موضوع توعية وموضوع عمل على خلق. وكان أهم إشي بالعمل خلال فترة عملنا بالمشروع هو خلق الجمعيات القاعدية اللي هي فعلا تحمل الرسالة وتشتغل فيها. يعني إحنا كجمعية بيكون لنا الدور إنه نوجه ونحكي مرة أو مرتين، ولكن العمل الحقيقي بده يطلع من النساء اللي في كل المواقع الموجودة فيها. عشان هيك في مشروعنا كانت الاستهداف خلال فترة المشروع بالضفة الغربية وقطاع غزة، استهدفنا 20 مؤسسة وجمعية نسوية. خلال الفترة الأولى دربنا طواقم هاي الجمعيات على إنها تكون قادرة إنها تحمل هيك موضوع وتضغط وتأيد وتعمل باتجاه هذا الموضوع، وبعد ذلك تكون بحملات خاصة في مناطقها. جميل. وفعلا الحملات كانت حملات متنوعة وإلها علاقة بالواقع اللي في المناطق. في إقبال من السيدات، وهي الفكرة إنه لما إحنا وصلنا للجمعيات القاعدية، الجمعيات القاعدية وصلت كمان للنساء بمناطق مختلفة ومناطق تانية. يعني إذا كنت بتحكي عن جمعية واحدة، كل جمعية بتشتغل مع كمان 10 جمعيات حواليها أو 10 مؤسسات حواليها، سواء بمنطقتها أو المناطق المحيطة فيها، فصار في انتشار للموضوع بشكل أكبر. بالحملات استخدمنا الإعلام من ناحية، استخدمنا اليافطات في مداخل البلدات اللي بيسكنوا فيها وكان لها تأثير، استخدمنا الكتيبات والنشرات اللي البروشورات والكتيبات اللي بتوعي سواء النساء أو المجتمع المحيط في هاي القضية. استعملنا كمان بشكل كمان مهم الإعلام من ناحية مش بس حلقات، كمان إحنا أنتجنا فيلم اللي تم بثه في القناة
القنوات المختلفة الفلسطينية والفضائية على هذا الموضوع والمشاكل بتواجهها النساء وكيف ممكن كمان شو في عنا كمان توصيات لتغيير هذا الواقع. إضافة لكمان المسرحيات اللي استخدمنا الجانب الفني باستخدام مسرحيات في التواصل مع الناس بكافة الأشكال. كمان في إشي مهم كتير عملناه واللي ثبتنا انه للسنه الثانيه بنعمل وهذا بنامل انه يكون يوم ثابت في الرزنامه والاجنده اجندتنا اللي هو يوم المراه للميراث اللي احتفلنا فيه ب 24/1 من كل سنه. وهي السنه الثانيه احتفلنا فيه السنه هاي اللي هذا يوم احتفالي تاكد فيه حق المراه على انها تحصل على ميراثها وانها تطالب وما يكونش في عندها اي خوف ولا تردد بانها تطالب بحقها في هذا المجال. يعني سيدة جوانا شغل جبار في التوعية والدورات والنشاطات، لكن لمستوا إشي إيجابي في نفس الوقت شو المعيقات كان من ناحية مثلا المجتمع؟ طبعا المجتمع بدي احكي لك يعني ما بدي اذكر مناطق لما حطيت الارمة هاي شو صار فيها صار اشي حدا مزاح. انا بتعرف انا عشان يمكن من تجربتنا هون في ناس اللي واجهت هاي الارمة لما انحطت شو صار في عليها حراك في البلد اللي صارت فيها، فممكن انهم يشاركونا كمان الصبايا اذا بتحبوا لانهم هم كمان اشتغلوا في المناطق وبيعرفوا بالضبط شو صار. مداخلة تفضلي. احنا من الجمعيات القاعديه اللي اشتغلت على هذا الموضوع، جمعيه توفير وتسليف الخضر، اشتغلنا مع 5 جمعيات فتوجهنا للنساء الريفيات في المواقع، توجهنا لرجال الدين، توجهنا للمدارس، فكان عندنا كثير يعني كم هائل في حضور الدورات، كان شكل ايجابي وممتاز. وانا بحكي انه لسه ما وصلنا كمان، يعني لازم يستمر المشروع اكثر واكثر لانه في مواقع ما وصلناها. المرأة بضل عندها خوف، خوف كبير. المرأة نفسها بدهاش تعطي الحق لبنتها، هاي مشكلة حتى تانية. ما يطلعش الميراث لعائلة ثانية. فها كان في حواجز، يعني انت في بعض النساء شو بيحكوا لنا انتوا اجيتوا خربتوا علينا. يعني انا من النساء اللي المفروض اني اكون يعني ما بستحي احكيها طبعا. مفروض انه لو كان عندي الوعي السابق لما توفى ابوي كان اخذت ميراثي، لانه كان عندهم يعني ميراث لا يحصى. فهلا بعد ما صار عندي الوعي وصرت اشارك في البرامج هاي، فانا صار عندي الدافع انه اوصله لكل ست. جميل. لكل ست، لكل امرأة عندها ميراث عند اهلها، يعني إلها حق إنها تأخذه. وأنا بحكي ما أهلي ما بتفضلوا علي، هذا حقي، حقي من ميراثي، لازم أخذه بأي شكل. شكرا. شكرا لك. يعني المشكلة ما صفتش بس الرجل، في برضو السيدة. في مداخلة من الأخت هون، أغلبك ميكروفون. يعطيك العافية. أهلين. إحنا بتير لما علقنا اللافتات يمكن كانوا في ستات كانوا يسمعوا إنه بنعمل ورشات وشغلات عن حق المرأة بالميراث بس ما كانوا يجوا. بس لما تعلقت اللافتات في البلد فعلا يعني سوت تغيير كتير كبير كتير في البلد. بس صارت تجيني مثلا أنا المشاكل والتساؤلات على البيت، خوف إنه مثلا جرتها أو سلفتها أو إمها تعرف إنها مثلا بدها، ظل وازع الخوف فيها موجود والجراءة مش موجودة. صارت بدها تسأل وتستفسر عن كل إشي زي ما بنحكي إحنا تحت الطاولة. نعم نعم. جميل جميل جدا. تفضل تفضل. بالنسبة احنا بيت فجار لما عملنا الحملة استهدفنا مخيم المسنات، عملنا مخيم للمسنات استهدفنا الستات الكبار. فلما الستات الكبار حصلوا على توعية وسمعوا رأي الدين ورأي القانوني بالموضوع، فإحدى الستات بناتها أخذوا حصتهم من الميراث، ف كانت هي مش راضية لأنها جاهلة بموضوع الميراث. فلما شافت كيف الدين إنه حق والمرأة لازم تأخذ حقها بالميراث، قالت لي أنا هلكيت كثير مرتاحة لأن بناتي أخذوا حقهم في الميراث. فهذا كثير كان إنجاز. جميل. وبالنسبة لنا في بيت فجار لها الحملة اللي عملناها للتوعية. جميل. اللي جميل سأل. جدا. في مداخل هون بعدين في فضلي فضلي. أنا بدي أحكي شغلة مهم يعني من وجهة نظري مهمة، لأن أنا متطلعة إلى حد يعني بشكل كثير واسع على العمل في المشروع.
احنا يعني الله يعطيهم العافيه كل الصبايا اللي اشتغلوا على اشتغلوا ووسعوا، ومن وجهه نظري صار في وعي من قبل المراه باتجاه حقوقها. هلا في إشي مهم كثير انه انا يمكن اوجه نداء من خلال هذا، انه لكل المؤسسات الموجوده في سواء في الوطن بشكل عام من غزه لمحافظه بيت لحم، انه يصير انه يشتغلوا على الرجال. اذا الرجل بخاف من ناحيه دينيه لما يعرف انه هذا حق وفرض. الرجال كبار السن ونسائنا الكبار في السن هم غير يعني معظمهم فئة غير متعلمة وغير مدركة لأهمية هذا الجانب من ناحية دينية. لما بنشرح وبتوصل كبار السن خاصة الرجال منهم أهمية هذا الموضوع من ناحية دينية وشو أبعاده بكرة في الآخرة والجنة وكل هذا الكلام، أنا متأكد أنه راح يعطي تأثير إيجابي أكثر، لأن هالمرأة الآن هي لحالها راح تصف تصارع في الميدان لحالها، مش راح يكون كافي إذا ما كانش الرجل على وعي وإدراك بأهمية هذا الموضوع، على أساس لأنه مين بيقسم الميراث، مين بيشتغل على التقسيمات، هم الرجال يعني نكون واضحين إحنا. فلازم إحنا كمؤسسة YMCA وكل المؤسسات الموجودة المهتمة في هذا الجانب تشتغل على هذا الجانب، تشتغل على ناحية توعية الرجال بغض النظر عن الأعمار، وسواء بالتأثير الديني بالتأثير الحقوقي بالتأثير القانوني، لأنه أصلا إحنا دائما أي إشي بنشتغل عليه للمرأة بكون ناقص القانون والتشريع، بس إحنا في هذا الموضوع تحديدا في عنا تشريع وفي عنا قانون بصف فيه الوعي، الوعي وخاصة وعي الرجل لأهمية هذا الجانب في هذا الموضوع. بلزم شروع على القانون في حالة إذا صحيح. كان عنده وعي. شيخنا أعطي الميكروفون تفضل. يعطيكم العافية. أنا حاب بس أسلط الضوء على موضوع تحدثت عنه الأخت أستاذة سناء، لكن مرور الكرام مرت عنا لم يسلط الضوء عليه، لكن حقيقة هو جوهر الموضوع للتقاضي أو اللجوء إلى المحاكم. موضوع أنه لا يوجد هناك دائرة تنفيذ تابعة للمحاكم الشرعية، علما أن هذا الموضوع هو اختصاص المحكمة الشرعية. نعم توزيع الميراث وتقسيم الميراث هو اختصاص المحاكم الشرعية، لكن المحاكم الشرعية تبت في هذا الموضوع ولا يأخذ الوقت الكثير، لكن تتراكم الحقوق حتى قد تموت الأخت اللي بتطالب في هذا الحق دون أن ينفذ. فالقضية هنا يجب، وأنا من خلال هذا البرنامج خلال هذه الحلقة أود أن أناشد الجميع على جميع المستويات، كل يأخذ مسؤوليته حيال هذا الموضوع. إذا كان الموضوع عبارة عن مشروع يمر في على هذا الوطن مرور الكرام ثم ينتهي هذا شيء، وأما إذا كانت نريد أن يكون ثقافة مجتمع، والمجتمع الذي غير كثير من العادات والتقاليد التي لا تناسب المجتمع وتطور الحياة، فقادر على أن يغير هذه الثقافة ويرسخ ثقافة، خاصة إذا كانت هذه الثقافة مدعومة ونابعة من الدين ونابعة من القانون والحق الإنساني أيضا. فلذلك هنا يجب على أصحاب القرار في المجلس القضائي الأعلى أن يكون هناك دائرة تنفيذ وإجراء للمحاكم الشرعية حتى يسهل على المواطن أن يحصل على حقه بكل سهولة. الأمر الآخر أن موضوع الثقافة المجتمع نحو حق المرأة في الميراث هو مسؤولية الجميع، مسؤولية وزارة الإعلام، مسؤولية وزارة التربية، مسؤولية وزارة الأوقاف، مسؤولية المجتمع، خاصة أن هذا الأمر ينعكس إيجابا على المحور وعلى النظام الاقتصادي الموجود في الوطن وكذلك على النسيج الاجتماعي. فطالما أنه يكون يعني مردود إيجابي فيجب أن يكون كل بدوره. فأعتقد في المناهج الفلسطينية هناك دروس موجودة في المنهاج الفلسطيني تتحدث عن الميراث وعن حقوق الميراث وعن الوصية وعن الهبة وإلى آخره من هذه الأمور. كذلك من الضروري أن تكون وزارة الأوقاف تهتم بهذا المجال في خطب الجمعة، وخاصة أنه هنا خطب موحدة. فلماذا يكون هناك تجاهل لهذا القضية، هذا الموضوع على نطاق الإعلام؟ يتم استضافة يعني قادة، يتم استضافة شخصيات ثقافية متعلمة، لكن هذا الموضوع بالذات لا يطرق كثيرا، إنما حينما يتناول هذا الموضوع ترى كثير من الناس تشمئز نفوسهم من سماع هذا الموضوع حقيقة. فلذلك يجب على كل مجال من المجالات أن يقوموا بواجبهم حياله، وهو حق وليس منا تعطى للمرأة. شكرا. شكرا. بس حابب أسمع منك باختصار الوقت تهمنا أستاذ سناء،
لما تحرمي المرأة من حقها شو بيأثر على نفسيتها، على المجتمع، على الصعيد الفردي، شو بيصير مع المرأة؟ يعني أنا بدي شو الأثار السلبية؟ بدي أرجع أحكي لك إنه حرمان المرأة من حقها في الميراث هو لا يمكنها اقتصادياً، وهذا الإشي بيعمل إنه المرأة تبقى ضلع ضعيف فقير. نعم. ما دام إنها هي غير متمكنة اقتصادياً، إذن هي غير قادرة على إنها تمشي خطوة واحدة لقدام. هذا واحد. من ناحية اجتماعية عندنا كثير من الأمور إنها قطيعة الأهل. عندك أحياناً كثير بيجبروها على الزواج في داخل العائلة وبيحرموها إنها تتزوج خارج العائلة، لأنهم بيعتبروا إنه في حال إنها تزوجت خارج العائلة إذن هو هذا الميراث وهذا الحق رح ينتقل للعائلة الأخرى. ففي بعض الآثار السلبية الكثيرة اللي ممكن إنها تواجه المرأة في حال عدم حصولها على حقها في الميراث. حاب أسمع، يعني الموضوع بيستاهل أكثر منك، توصياتك منك أستاذة سناء ومنك سيدة جوال، شو بتحكي في هذا الموضوع؟ يعني أنا كناحية قانونية بتمنى إنه إنشاء دوائر تنفيذ خاصة بالمحاكم الشرعية، ووجود نص قانوني في قانون العقوبات يجرم كل من يحرم المرأة من حقها في الميراث. جميل. هاي من الأمور المهمة، وبرضه تخفيض رسوم المحاكم من الأمور اللي كثير كثير مهمة اللي يجب أن يتم الأخذ بها حتى تمكن المرأة من اللجوء للمحكمة ومطالبة بحقها. جميل. والمؤسسات يعني بتمنى عليهم أنه يتبنوا قضايا النساء والأخص النساء الغير قادرات على أنها توكل محامين أو تترافع أمام المحاكم، لأنها هاي من القضايا اللي رسومها عالية جدا. جميل جدا. في المحاكم سيدة جوان شو بتحكي؟ شو توصياتك؟ تناولت سناء الجانب القانوني، وهو يعني 100% المفروض ينشغل عليه بشكل جيد. على المستوى الثاني أنا يمكن أنا توصيات كمان أثيرت بعض النداءات من الأخوات في يعني اللي ممكن كمان يؤخذ فيها. إضافة لهيك أنا بدي أعطي لك يعني بدي أنادي لكل مرأة أحكي يعني بصوت عالي تبلش تحكي عن الموضوع وتفتح الموضوع، وما تضلش معتبرة إنه هو في عندي تردد وخوف وخجل، لأنه مرات لما تطرق الباب ممكن إنها شوي شوي مرة تانية على يعني تراكم العمل ممكن يأثر ويغير ويعمل تغيير عندها. جميل. وأنا حاب أحكي رسالة كمان، بكفي طبع، بكفي طبع، والمشكلة الرئيسية هي الطبع لا أكثر ولا أقل. شكرا لكم ضيوفنا الكرام على هذا النقاش المفيد. شكرا. إن شاء الله نتأمل إنه خطونا خطوة واحدة في التغيير لمصلحة المجتمع الفلسطيني. إذن أعزائي المشاهدين، إلى متى ستبقى المرأة تستجدي بحقوقها؟ وهل يجوز تجزئة هذه الحقوق؟ وهل الأخ يبقى أخ فقط إذا تنازلت له الأخت عن حقها؟ أعزائي المشاهدين، هذه رسالة للجميع. بحب أشكر باسمكم كمان مرة، اسمحوا لي، الأستاذة سناء غنام مستشارة قانونية لمشروع حق المرأة في الميراث، والسيدة جوانا رفيدي منسقة مشروع حق المرأة في الميراث في جمعية الشبان المسيحية YMCA، وجمهورنا من محافظة بيت لحم. أعزائي المشاهدين، لاستفساراتكم الرجاء الاتصال على هاتف البرنامج 275-3355، وزوروا موقعنا الإلكتروني betlehem-nvmc.com. لكم مني ومن طاقم البرنامج أطيب التمنيات والتحيات، وإلى اللقاء.